بسم الله. سلام سيتي اكرام، تقدروا تكونوا كتعرفوني من لي فيديو اللي كندير انستغرام ولا في تيك توك ديال التوعيه الصحيه. حيت دقيقه ما كافيش باش نقول لكم كاع المعلومات اللي عندي، قررت انني ندير هاد القناه في اليوتيوب باش الافوا ندير لكم التوعيه الصحيه ونوريكم بزاف ديال المظاهر من حياتي وبزاف ديال الجوانب ديال الشخصيه ديالي اللي ما عارفينهمش. من مور عام ونص ديال السوشيال ميديا لقيت العشرات ديال لي ميساج الاسئله على الطب في المغرب، هادشي علاش قررت في الفيديو الاولى ديالي في يوتيوب نجاوب على الاسئله ديالكم. الا ما جاوبتش على شي سؤال باقي داركم في راسكم خليوه في كومونتير وانا غنجاوبكم عليه. الا كنتو جداد هنايا وغادي تكونوا جداد على وداش هادي اول فيديو ديالي، شاركوا القناه وفعلوا الجرس. نسولتكم في انستغرام شنو هما الاسئله اللي عندكم وكيت الاسئله اللي كيجاوب بزاف، دونك غادي نجاوبوا عليهم دابا. اول سؤال، شرحي لنا السيستم ميديكال وما بعد. دابا حيت عندي الوقت غادي نشرحه لكم بالخشبات. اون فوا كتنجح في الباك وكتنجح في الكونكور كتدخل بروميير اني. بروميير اني و دوزيام اني داخلين في لو بروميير سيكل فين كنقراو لي سيونس فوندامونتال اي العلوم لي باز ديال الميدسين وما كنقراوش على الامراض. كنقراو لاناتومي او التشريح، فيزيولوجي يعني كيفاش الاعضاء ديالك كيخدموا، بيوشيمي بيولوجي سيلولير اي اننا كنقراو على الخلايا وزيد وزيد. مهم اي حاجه اساسيه. هاد البروميير سيكل كيكون غير في لافاك، سيتادجير كنقراو من 8 الصباح حتى 6 ديال العشيه وكيكونوا دي تي بي ودي تي دي. من مور ما كتنجح في دوزيام اني كطلع لثوازيام اني من بعد كاتريام بعد سانكيام اني، هاد ثلاثه السنوات داخلين في لو دوزيام سيكل. وهنا كتختلف القرايه، اولا كنبداو نقراو على الامراض وهاد الامراض موزعين في دي موديول يعني امراض القلب في كارديولوجي، امراض الدماغ في نورولوجي والى غير ذلك. هنا ما كنقراوش نهار كامل، كندوزو السبيطار الصباح من 8 ل 12 والعشيه من 2 ل 6 كيكون عندنا لي كور في لونفي اي في لافاك. لي ستاج غادي نعاود لكم كي كيدوزو في فيديو اخرى، مي سينو هاد لي ستاج ولا التدريب استشفائي كيدوزو في المستشفى الجامعي. عاود هاد لي ستاج كنتخلصو خلصه كنتخلصو 630 درهم شهريا، اما كتجينا شهريا كتجينا باغ ترونش يا اما كل 3 شهور او اكثر. من مور ما كتسالي 5 اني هنا كاين واحد الاختلاف بالنسبه للبرومو ديالي اللي هي برومو 2017، انا غادي نقرا 6 اني 7 اني ونقدر نزيد حتى 8 اني على ود لاتيس. لي برومو جداد اللي تقدروا تكونوا فيهم نتوما ان شاء الله ما غاديش تقراو هادشي كامل، غتقراو غير 6 اني. وهذا الجزء سميتو لو 3 سيكل. وهنا كيبقاش القرايه ما كيبقاوش امتحانات، كتبقى غير في السبيطار. كنقول لكم بقاوش امتحانات يعني ما كتبقاش تمتحن في لي موديول، ولكن كيبقاو امتحانات لداخل في ستاج، كيبقى واحد الامتحانات سريريه كندوزو في سيتيام اني. مي بالنسبه للمنظومه الجديده ما عارفاش بالضبط شنو غادي يوقع حيت كاين واحد الغموض. وما كتسالي هاد القرايه كامله، كدير الاطروحه ديالك ومبروك عليك راك طبيب عام فقط. بزاف ناس كيسولوني شنو هي سبيساليتي ديالي، دابا باقي يلاه كندير الطب العام عاد من بعد نقدر ندير التخصص ديالي. وهنا عاوتاني كاينين جوج مباريات لانترنون والريزيدانا، وهنا ما غاديش ندخل في الديتاي علاش حتى هما يقدروا يتبدلوا الاعوام الجايه. مي مهم خاصكم تعرفوا بلي باش دير تخصص خاصك دوز واحد المباراه، خاصك تعاود تحفظ كاع داكشي اللي قريتي هاد الاعوام كاملين. حسب الكلاسمون ديالك كتقدر تختار السبيساليتي اللي بغيتي الا بقات لك بيان سور. وديك ساعات الا اختاريتي سبيساليتي شيرورجيكال يعني ديال الفتيح غادي تزيد تخدم واحد 5 سنين زايده، اختاريتي سبيساليتي ميديكال يعني ما فيهاش الفتيح كتزيد 4 سنين. وهنا في التخصص ما كتكونش كتقرا، كتكون خدام او ميم طون كتعلم وبيان سور غتكون عندك خلصه. واش القرايه غاليه؟ هنا كاين اختلاف، سا ديبون واش كتقرا في لافاك بريفي ولا فاك بوبليك. كنقرا في لافاك العموميه ما عنديش المصاريف بحال شي واحد كيقرا في كليه الخصوصيه، حنا كنقراو فابور. كاين الناس ديال الكليه الخصوصيه كيخلصوا الفلوس فلوس تاع 11 مليون وقيله ولا كثر كاع في الرباط، المهم 11 مليون في كازا وخلال 13. انا عارفه بان الكليه العموميه ما كنخلصوا والو، كنخلصوا 50 درهم في العام ديال لاشورونس وصافي، ولكن ماشي هادشي هو كلشي. لو داش يتزاد واحد المصاريف اخرين، مثلا الا كنتي كتقرا في كليه ما كايناش في المدينه ديالك ديك الساعات كيتزادوا عليك مصاريف ديال الكرا ديال الترونسبور ديال الماكله ودي شحال من حاجه. وبالنسبه الا كنتي في المدينه ديالك ما كاينوش عندك هاد المصاريف، كيكون عندك غير لي بولي و الترونسبور. بالنسبه لي بوليس تقدروا انكم ما تانكريموهمش وتخدموا من بيسي نيشان، دونك تقدروا تتصدوا عليكم الحاجه، ولكن خاصكم تعرفوا بلي دراسات الطبيه دراسات طويله بزاف وبلي غتعولوا على والديكم بزاف وخاصهم يكون عندهم لي موانا الامكانيات باش انهم يتكفلوا بكم لمده 7 سنين. سؤال موال يقول شنو الفرق ما بين لافاك بوبليك ولافاك بريفي؟ من غير الخلصه من غير الخلاص حنا ما كنخلصوش كما قلت وهما كيخلصوا. لو سيستيم فحالنا فحالهم، كنقراو نفس الموديولات تقريبا، عندنا لي ميم بروف نفس الاساتذه نفس كل شيء، غتخرج طبيب طبيب. واش ميدسين صعيبه؟ هاد السؤال يمكن شحال مره سمعتو لا من عائلتي لا من الناس اللي كنتلاقى معاهم لا من صحابي لا من شحال من حاجه. واش ميدسين صعيبه؟ والمشكل الجواب ديالو صعيب انني نجاوب عليه، على وداش ميدسين فيها بزاف ديال لي فولي وفيها بزاف الحوايج خاصنا نشوفوهم. الا كانت غير على القرايه انا الراي ديالي كنقول بلي القرايه ما صعيباش، زعما
قبل انا باش كنت في الباك كنسمع ميديسين ناريه دار ميديسين صعيبه انا ما صعيباش كاع زعما الا كنتي تقدر تقرا وانك جبتي الكونكور ونجحتي في الباك وقديتي انك تدخل لافاك سي كو راه تقدر تقرا داكشي ميديسين وانا نضمنها لكم باللي ما صعيباش الا درتي فيها عقلك هي كدوز وبالعكس انك تقرا شي حاجه اللي مفيده بزاف وانك كتبغيها ما كتجيش كاع صعيبه دونك الا كانت على القرايه فقط ما صعيباش كاع صوبه الميديسين فين كاين كاينه في انها طويله بزاف يعني خاصك تصبر بزاف ديال السنوات الصعوبه ديالها كاينه في لو كوتي ايموسيونيل يعني انك واش تقدر تحمل داك الضغط اللي كاين ولا ما تقدرش عليه كما قلت القرايه تقدر تكون انها ما صعيباش ولكن الكميه كثيره بزاف دونك يكون عليك واحد الضغط الضغط ديالك انت على راسك الضغط ديال ليكوف والضغط ديال العائله ديالك خاصك تشوف انت واش انسان يقدر يجيري الضغط ولا ما يقدرش يجيري الصعوبه ايضا كاينه في الكوتي ريلاسيونيل اللي عندنا في ميديسين كتربط علاقات مع دي باسيون دونك خاصك تشوف انت واش تقدر على انك تشوف الموت واش انك تقدر تشوف المرض واش انك تقدر تشوف الناس كيتعذبوا واش تقدر انك تشوف الدم هادو هما الصعوبات بالنسبه ليا اما الا كانت غير القرايه هذه حالها ساهل مي هادشي اللي بسيشيك هو اللي خاصك تشوف واش تقدر عليه ولا ما تقدرش عليه شنو هما الشروط باش نتقبل في ميديسين اول حاجه خاص يكون عندك باك علمي مات سيونس فيزيك ولا اس في تي كيقولوا سيونس اغريكول ولكن انا ما كنعرف حتى واحد داير علوم زراعيه معايا في ميديسين ممكن يكون شي واحد الله اعلم وصلوا راسكم مي مهم باك علمي وايكونومي ما كيديروش ميديسين والباك ماشي بالضروره يكون جديد يقدر يكون ديال العام اللي قبل ولا يقدر يكون باك ليب خاصك الباك ليب ممكن وكنعرف شحال من واحد دارو وكيقرا معاه المهم كيكون عندك هاد الشوبا خاص يكون عندك لو سي شحال هاديك لو سي طالع دابا ولا لو سي 12 دونك ولاو بزاف ديال الفرص باش انكم تقبلوا ومن بعد ثاني شرط هو انك دوز كونكور وتنجح فيه وصافي شحال جبت في الباك شحال جبتي في الباك المهم هاد السؤال جاني بزاف مع عمري ما بغيت نجاوب عليه على وداش كنقول بلي الباك غير كرتونه كنامن بها غير موين كيخليك بانك دير المدرسه اللي بغيتي الباك ما كيمثلش النيفو ديالك بزاف الناس جايبين مونسو تري بيان ما كيستاهلوهاش وكنعرف بزاف د الناس صحابي كانوا سيونس مات مثلا جابوا 13 ولا 12 وهما احسن هذوك مولي مونسو تري بيان الباك عمر ما كان معيار انا هو يوري انا واحد ذكي على الاخر حقاش سي با لو كا ماشي ضروري تكون جايب مونسيون تري بيان باش انك تقدر تقبل في كليه الطب مي غنجاوب على السؤال باش ما يبقاش عندكم الفضول بزاف جبت 18.21 في الوطني و17 ما عرفتش على الفصيله ديال الجهوي مي 17 فصيله في الجهوي وكنت في الجهوي في السيزيام كنت سيونس مات وقلبتها بيسي غير باش تعرفوا زعما الشعبه 18 في بيسي راه ماشي 18 سيونس مات دونك غير باش تقدروا تسيتيوني فشي حاجه الشعبه ديالي اللي خلاتني ندير ميديسين ولا النقطه ديالي اللي خلاتني ندير ميديسين ولكن على بداش الكونكور عرفت انني نخدمو وعرفت انني نجيري بزاف الناس كنعرفهم جايبين حسن مني وما جابوش الكونكور بزاف الناس كنعرفهم النيفو ديالهم احسن مني حتى وما جابوش الكونكور الكونكور ماشي كريتير باش تقول ان هذا الانسان احسن مني كونكور مجرد امتحان داخل فيه بزاف لي بارامتر كاينين الناس ستريساو كاينين الناس ما عرفوش يجيريو لو ستريس ديالهم كاينين ناس تبلوكاو كتوقع عادي جدا ماشي حقاش انا جبت الكونكور وانت ما جبتش الكونكور كو انا احسن منك با دو تو سورتو الناس اللي ما جابوش الكونكور ما يبقاش فيكم الحال عارفه بلي سي ديفيسيل و سي با ايفيدون وصعيب انك تقبلها سورتو كتشوف ناس قل منك جابوه ولكن عمرك ما تكومباري راسك مع شي واحد وما عارفش الخير فين مخلي لك الله لو داش انا الا خلاني الكونكور ماتين ام شي حاجه هي المكتب انا دوزت خايب بزاف ونجحت فيه ما عرفتش كي درت ليها الا كان الله مكتبها لك ودار لك فيها الخير راه غادي تنجح فيه الا ما كانش مكتب راه ما مكتبش واخا تكون خدمتي ليه كيما خدمت حتى الكونكور عندي معاه قصه فريمون الا بغيتوني حتى هي نعاودها لكم قولوا عليا في لي كومونتير علاش لا شوف بلي فيها الهضره بزاف مولفين عليا غير دقيقه في انستغرام دابا طلقت شنو هي احسن شعبه باش ندير ميديسين ما كايناش احسن شعبه ولكن على حسب ما رحت انا سونس مات هي احسن شعبه الا كانت عندك القدره انك تخدم على لو ستريس ديال سونس مات طرع على سونس مات سونس مات هي احسن شعبه المات ديال الكونكور كيكون صعيب بزاف وغيكون صعيب على بيسي و اس في تي ولكن كيكون صعيب على صحاب سونس مات وبالنسبه لاس في تي ساهل يقدر يتقرب في جوج سيمانات في الصيف الا كنتي مثلا سونس مات بي راه ما غاديش يجيك اس في تي صعيب كاع في الصيف كتبعها بيسي كتبعها اس في تي مهم حاولت نجاوب على الاسئله اللي عندهم علاقه مع الطب الاسئله اللي عندهم علاقه مع الستاج نقدر نجاوب عليهم في فيديو اخرى المهم نتمنى ان نكون جاوبت على الاسئله ديالكم وحيدت الغموض على شي حوايج وعطيت الراي ديالي في شي نقاط الا كان عندكم اسئله اخرين ما تحشموش قولوا لي في لي كومونتير وعاوتاني ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس غتعاونوني بزاف جو كرو كو جي في لو تور
صافي هضرت على كل شيء. مرحبا بيا عندكم في يوتيوب ومرحبا بكم عندي في لاشين. نتمنى انكم غادي تدوزوا نهار زوين ولا سيمانه زوينه ولا شهر زوين. الى المره القادمه.